تعيينات التربية. عندنا هسه شباب عاطلين عن العمل، كل واحد شهادته كبيرة، اللي يبيع مي، اللي يبيع شاي، ابن المسؤول هسه ما شاء الله أول ما هم يتعينون. الفقير مخلينا على صفحة، اليوم إن شاء الله ما شاء الله متزاودين، زادة صايرة عندنا على مود التعيينات ما شاء الله. اليوم دفتر ونص، دفترين وصل التعيين بالأنبار، هذا على الفقير ولا ابن المسؤول لا حرج. تعيينات توصل إلى دفترين إلى ثلاث دفاتر، خلينا نكون واقعين، عنده دفترين ما يروح يتعين، يفتح بها الشركة وما يتحمل منية المدير والأعلى منه، يقول لك أنا عندي شركة أفتح بها شركة وأنا أصير أبو منية، فما أفتح شركة دفترين وثلاث دفاتر. هواية طبقات دا تنظلم، طبقات شبابية انظلمت، يدرسون ويخلص دراسات عليا، أنا أعرف ناس ماجستير دكتوراه وللأسف قاعد. توما سمعناه مؤخرا حقيقة هي تمت المصادقة ولكن بانتظار الضوابط والمصادقة على ضوابط من قبل معالي وزير التربية اللي يتسنى لنا إعلان هذه الدرجات. بالتأكيد موضوع إعلان الدرجات سيكون بكل شفافية وضمن الإجراءات الرسمية ووفق الضوابط المعدة والموضوعة المقررة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمصادقة كذلك من وزارة التربية. حقيقة هناك لغط كثير وقيل وقال بخصوص هذه الدرجات الوظيفية والإشاعات بين الدرجات الوظيفية في محافظة الأنبار تباع. نحن نقول بأن الدرجات لا يمكن الإطلاق لأي شخص أن يتحكم أو يستطيع أن يغير بدرجة واحدة خلافا للضوابط. ستطبق الضوابط بشكل كامل، سيكون لنا أشراف مباشر ومتابعة مباشرة لهذا الموضوع، ونطمئن الجميع بأن الدرجات إن شاء الله ستكون وفق الاستحقاق ووفق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين إن شاء الله.